السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتسجيل، أول حاجة غادي يكون داكشي مبسط حيت ديجا كنت تكلمت على هادشي. بالنسبة لملف الترشيح، كيتكون من وصل الترشيح الإلكتروني المستخرج من البوابة الخاصة بالمباريات اللي هو هذا ندخلو دابا كيفاش نجبدوه، نسخة شهادة الإجازة، نسخة من شهادة البكالوريا، ثم التزام نجبدوه من هنايا، نسخة من البطاقة الوطنية للتاريخ على 2 جوايه، ثم استمارة الترشيح نحملوها من هنايا. سبق لي وحملتها، نفس الشيء التزام تاعو نحملوه من هنايا. اذا كيكون هنا طلعت لي صوره اخرى، باش اخرى، ها هو الالتزام. فوالا، غادي ندير ليه انغوجيستري اللي هي هذه، تيليشارجي، وغندير ليه انغوجيستري. فوالا الالتزام دخل. دابا نشوفو كيفاش غادي نسجلو. هنا كنديرو طلب جديد، حيت حنا يلا غنسجلو، غادي نديرو طلب جديد. نمرجو اختيار نوع الملف او لا نوع الطالب. هنا بالنسبه للاساتذه، هنا بالنسبه لاطر الدعم التربوي والاجتماعي والاداري، غنديرو هنا أطر الأكاديميات، نكليكيو عليها. فوالا، ملي كندخلو كتعطينا هنايا المعلومات اللي كانوا بالنسبة للسنين السابقة، الاسم بالحروف العربية، النسب بالحروف العربية، نكتبوهم هنايا. كانش عندك لا كلافي كتكليكي عليه هذا وكتكتب بهم. هنا الاسم بالحروف اللاتينية يعني الفرنسية، تاريخ الزديد كتكتبو هنا، مكان الزديد، ثم رقم البطاقة الوطنية التعريف هنايا، صالحة لغيد يعني فوقاش صالحة. اعتمد على هاد الخانة هادي باش تسهل عليك المأمورية. من بعد كتجي هنا النوع، واش ذكر ولا أنثى، هنا الحالة العائلية شنو، واش أعزب ولا متزوج. هنا بالنسبة للعنوان اللي عندك في لاكارت هو اللي هتحطه، الإقليم، المدينة انت اللي كتواجد فيها، يعني هي داكشي اللي في لاكارت، واخا تكون انت ما كتواجدش في داك الاقليم، المهم داكشي اللي في لاكارت غادي تحطو انت هنايا. البريد الالكتروني الا كان عندك، رقم الهاتف كتزيدو هنايا. تم هنا الوضعية ديالك، إعاقة أو لا. بالنسبة للرمز التحقق، كدير تحقق، كدير 82 ناقص 21 اللي كتجيك هنا، كدير الجواب الصحيح. من بعد كتجي هنا شهادة البكالوريا، كدير فين مسلك شديتها، تاريخ الحصول عليها، ثم الميزة، واش مقبول ولا مستحسن ولا حسن ولا حسن جدا. بالنسبة لنوع الإجازة، كتجي هنا كدير النوع ديالها. نشوفو هنايا شهادة الإجازة في المسالك الجامعية، شهادة الإجازة. هنا احنا عندنا الدراسات الأساسية، نديرو هذه. بالنسبة الإجازة في المسالك الجامعية التربية والإجازة في التربية، هادو هما اللي معفيين من الانتقاء. هنا تاريخ الحصول عليها، أين الجامعة خديتي فيها، أين الجامعة خديتي فيها، ثم تاريخ الحصول عليها، وتخصص الشهادة شنو أنت التخصص ديالك، علمي، أدبي، فاش في الماط، في الفيزيك، في العربية، في الجغرافيا، في بزاف الحوايج. الميزة كدير مقبول، عدد سنوات الحصول على الإجازة، يعني شحال من سنة بس خديتي الإجازة، هذيك ياخدها بعين الاعتبار تاهي في الانتقاء. شهادات أخرى كتحطها هنايا، تخصص الشهادة، تاريخ الحصول عليها، ثم الجامعة. اللي ما كانش عندك بلا ما دير، ما كانش عندك شي شهادة جامعية أخرى هنا، هي بلا ما دير، يعني بلا ما تزيدها كتخليها خاوية. هنا بالنسبة للمعلومات حول الطلب، رقم الطلب كيبقى هو، وضعية الطلب كتبقى هي، هادو كيتعمرو في الآخر. هنا السلك المطلوب، انت شنو باغي دير، يعني واش ابتدائي أو لا إعدادي. هنا التخصص المطلوب، شنو هو التخصص ديالك، يعني تتعمر هادي تعطيك الخانة التانية. الأكاديمية المطلوبة، شنو أكاديمية تاع الرباط ولا طنجة ولا فاس ولا الدار البيضاء، ثم المديرية يعني المدينة اللي كتواجد في ديك. في الأخير كدير حفظ صافي، ومن بعد كدير المصادقة على الطالب. هادشي اللي كاين. وبالنسبة للملفات كيفاش تدخلو، ما تمشيو للفيديو السابق راني حاطو كيفاش غتردو الملف على شكل بي دي اف، غتسكانيو وغتردوه في بي دي اف. نزيدكم واحد المعلومة، أنا بالنسبة للبي دي اف كاين الناس اللي كيقتصروا فقط على واحد لابليكاسيون كيسكانيو بيها، ولا فقط دير تصويره، كتصور داك اللي عندك الوثائق، من بعد كتدخل واحد لابليكاسيون كتردهم على شكل بي دي اف. ها هي، ما تكونش الميجا طالع بزاف، تكون اقل من 1 ميجا باش تولي، خاصها تكون كي او 600 ولا 5 ولا 250، المهم ما تكونش كبيره بزاف باش تيليشارجها لك دغيا، حيت كيكون الضغط بالنسبه للسيت. دونك هادشي اللي يمكن لي نقول لكم، والله ييسر للجميع.